خلونا اقول لكم فكرة الفيديو ده بدأت ازاي. شفت حد من هواوي بيعمل اختبارات خدش الموبايل هواوي الجديد النوفا 3 اي، فاتصلت بيهم قلت لهم يا جماعة الفيديو ده حقيقي؟ قالوا لي حقيقي. فقلت لهم طيب الفيديو ده اتشير؟ هو ما اتشيرش على السوشيال ميديا، هو بس كان مبعوت للناس اللي جوه الشركة، وانا ليا واحد صاحبي هو اللي بعت لي الفيديو من جوه الشركة. فقلت لهم طب انا عايز اتست الموضوع ده عشان اعرف اذا كان حقيقي ولا لا. قالوا له تمام تقدر تتستو. قلت لهم على حساب مين؟ على حسابكم ولا على حسابي؟ قالوا لي لا على حسابك يا معلم. فجت من هنا فكرة الفيديو. انا تقريبا بقالي 4 ساعات قاعد بفكر، بلعب ببجي وقاعد بفكر اعمل الفيديو ده ولا ما اعملوش. ففي الاخر قلت يلا وزي ما تيجي تيجي. لازم بس اقول لكم انه الفكرة من الفيديو ده مش ان انا بوظ الموبايل، هو الفكرة بس ان انا تست الكواليتي فعلا، بمعنى ان احنا هنحط اختبار. الاختبار ده هيكون في مراحل للخدش. المراحل دي لو وصلنا فيها لمرحلة موبايل بدأ يتخدش فيها فساعتها هنقف. سؤال برضو من السؤال اللي سألته ليهم، الموبايل ما لهوش طبقة حماية جوريلا جلاس، فمنين بتقولوا ان الموبايل مصنوع بالجودة دي؟ فكان الرد باختصار ان شركة جوريلا جلاس او شركة كورنينج اللي بتصنع جوريلا جلاس هي شركة واحدة من مجموعة شركات كبيرة جدا بتعمل طبقات حماية، فاحنا مش مضطرين ان احنا ناخد طبقة حماية من جوريلا جلاس عشان نثبت ان الكواليتي بتاع موبايلاتنا عالية. ممكن نستخدم طبقة حماية تانية وهنكون متأكدين 100% من الكواليتي بتاع موبايلاتنا. فده ردهم عامة. ممكن هنشوف دلوقتي اذا كان فعلا الرد ده صح ولا لا، واذا كنت هندم ولا لا. بس عامة ما اعتقدش ان انا ممكن اندم قوي، لان زي ما قلت لكم احنا عندنا شوية حاجات كده مترقمة زي ما هيبقى قدامكم دلوقتي. الحاجات اللي قدامكم دي انا مرتبها بناء على اني جربتها على خشب، اوكي؟ يعني شفت تأثير كل حاجة في الحاجات دي على الخشب، ومن السهل للأصعب بدأت ارتبهم بالطريقة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. الشاكوش ده طبعا عشان لو اضطرينا بقى نكسره في الاخر، اللي هو يعني لما ده لو وصل وبقى احسن موبايل في الايه في المجرة وكل ده ما اثرش فيه، فساعتها هنكسره بقى بالشاكوش ده في الاخر. اكيد طبعا مش هكسره بالشاكوش. طيب خلونا نبدأ. اول حاجة عندنا هو مفتاح عادي جدا، تاني حاجة عملة، تالت حاجة مفك، بس هو المفك مش شارب قوي. بعد كده مسمار، بعد كده دبوس شارب، بعد كده دي اداة كده بيستخدموها في الصيانة بتاعة الموبايل بس هي شارب يعني. بعد كده مفك، بس المفك ده شارب اكتر بكتير جدا من الجي ام اللي هنا. بعد كده الوحش ده كتر، مش متخيلين ده ممكن يعمل ايه في اي ازاز ايا كان نوع الموبايل يعني. بعد كده اخر حاجة هي الشاكوش. فدول عندنا 9 مراحل وده الموبايل. فخلونا نبدأ. يا قلبي. طب عشان نتأكد ان الموبايل فعلا مش موبايل لعبة ولا حاجة. ادي الكاميرا. اوكي نقفل بقى الموبايل تاني. يا عيني على الحلو لما تبهدلوا الايام. تعالوا ننقل كل ده لورا. نعمل نفس الموضوع ونحط 9 علامات. اوكي يلا نبدأ. Thank you.
ما فيش حاجة لحد دلوقتي كده. مظبوطة الصورة؟ اوكي، واحد ما عملش حاجة اللي هو المفتاح، وده انا متوقعه. ندخل على 2 وهي العملة. اوكي لسه مفيش حاجة. اوكي انا مش عارف اذا كانت الصورة تكون واضحة ولا لأ. طيب اوكي، لسه مفيش. 3 هو المفك كده واضحة. طيب خلينا نعملها كده عشان تبان لكم اكتر. طيب ممكن نغير العدسة ونجيب عدسة زوم. اوكي جبنا عدسة، العدسة دي زوم عشان يبان لكم اقوى او يعني الاختبار بشكل اوضح كده واضح. اعتقد كده هيكون واضح بشكل اكتر. اوكي لسه مفيش اي خدوش واضحة قدامي. طيب نجرب رقم 4 مسمار. اعتقد كده بدأ يبان خدوش. في خدوش بس بسيطة أوي، مش عارف هتبان لكم ازاي. طب خلونا نكمل وانا هوضح لكم الخدوش دي دلوقتي. طيب خلونا نغير. طيب احنا دلوقتي ظهر عندنا خدوش من رقم 4 اللي هو مسمار. بعد كده المفروض اوقف الفيديو دلوقتي.
بس يعني مش هيحصل حاجة لو خربشناه كمان شوية، ولا ايه رأيكم؟ ندخل على رقم 5. اوكي، واضح ان انا فاشل لان المسمار قدر يخربشه، والدبوس انا لحد دلوقتي مش شايف اي خدوش. مشكلة ان الموبايل الوانه غريبة جدا، فمع الاضاءة صعب، مفيش حاجة باينة. بس انا كده كده هيبان لكم كل حاجة، يعني كل ده هيتصور. هو ايه اللي بتهز ده؟ اوكي، الواضح قدامي انه لحد دلوقتي ده فاشل ان هو يخربشه، لكن المسمار خربشه عادي. انا عايز اقول لكم ان الوان الموبايل دي رهيبه يا جماعه، رهيبه، انتوا مش متخيلين على الحقيقه عامله ازاي. اللون ده رهيب. طيب ده فاشل خالص، نفكنا منه، ندخل على ده. ده يعني هو من هنا حامي جدا، هو مفك كهربا بس هو من هنا حامي جدا. فخلينا نشوف بقى رقم 6. اوه، ده خربشه على طول من اول مرة. اداله واحدة. رقم 6 ده يا جماعة مفيش، مستحملش. هو المفروض ده رقم 8، بس انا مش جاي لقلبي بصراحة يا جماعة، مش جاي لقلبي احط ده على ده يا جماعة. الموضوع محتاج تفكير. ايه اعمل ايه؟ اجرب. طب بصوا، يعني هجرب اللي هو ايه، بحنية كده، يعني مش هعمل الرزع اللي انا قعدت اعمله هنا ده. انا بدأت اشد، هو واضح ان هو بيخربش بس انا لسه مش شايف حاجة. لا والله ده لسه ما تخربش، ده انا شد بقى بجد. اوكي، اوكي، لسه. طب واضح ان السن ده ميت، فاحنا ممكن نكسره. شوفوا كده بقى موس. طيب تعالوا، احنا كنا في 8.
كده بدأ يخربشوا. هنشوف كده. اوكي هو بدأ يتخربش، بس على فكرة ستيل المفك ده، ده اكتر حاجة اثرت في الموبايل. يعني ده بكل يعني شايفين السن بقى عامل ازاي، ولسه برضو مش يعني مش خربشة كبيرة يعني. طب يا جماعة خلوني بقى الخص لكم الفيديو ده. كان اختبار خدش للموبايل، مفك ده ما اثرش، المفتاح ده ما اثرش في حاجه، العمله دي ما اثرتش في حاجه، المفك ده ما اثرش في حاجه، المسمار ده اثر. اوكي، وبعدين الدبوس ده اثر تمام، بس لا الدبوس ده ما اثرش، هو ده اللي اثر اللي هو المفك ده اللي هو المسمار ده، الدبوس ده ما اثرش. في حاجه احنا ما اختبرناهاش اعتقد، ده انا نسيت ده صح، ده كان رقم كام؟ 1 2 3 4 5. طيب تعالوا نختبر ده. هو انا كنت اختبرت تقريبا مكان المفتاح ده، فاحنا نخليه في رقم 7 مثلا. اوكي خربش كده، قدر برضو ان هو يخدش الجهاز بس مش بنفس قوة ده، ده اكتر حاجة قدرت تخدش الجهاز. بعد كده عندنا ده كمان نجح في ان هو يخدش الجهاز، بس هي كلها لحد دلوقتي خدوشات بسيطة ما عدا ده اللي هو المفك ده، هو الوحيد اللي قدر يخدشه خدوشات قوية. اوكي عايز اقول لكم ان لون الموبايل ده رهيب، وانا عرقت وتوترت. الحمد لله الفيديو عدى على خير، كنتش متوقع ان هو هيعدي اصلا. انا كنت متخيل ان الموبايل ده هيطلع شوارع بعد الاختبار ده، بس كون ان هو طلع بالنتيجه دي فدي بالنسبه لي حاجه ممتازه. بس عايز اكد على شويه حاجات. اولا اي موبايل في العالم بيتخدش، بمعنى انه لازم تجيب، لو حد هيشتري الموبايل ده يعني في المستقبل لازم يجيب كفر حمايه للموبايل ده، مفيش حاجه اسمها ما تشيله من غير كفر حمايه. ثانيا كل الاختبارات اللي شبه دي اللي بيتم على الموبايلات الفلاج شيب اللي هي بضعف ثمن الموبايل ده واكتر من ضعف او بضعفين ثمن الموبايل ده، كل الاختبارات بتاكد ان الموبايلات بتتخدش في الاخر. بس هي الفكره انه الكواليتي بتاع الموبايل ده هيقدر يستحمل معاك لحد قد ايه، بمعنى انه محدش يجي يشتري الجهاز ده بعد كده يقول انه لما هو جه يشتري الجهاز ده بعدها بفتره فضل يستخدمه من غير الجراب ولا الموبايل بيتخدش معاه. لا هو كده كده هيتخدش، فكك خالص من موضوع ان الموبايل بتاعك مش هيتخدش مهما حصل له والجو ده، اغلى الموبايلات في العالم بتتخدش. فبس دي معلومه للتاكيد، محدش يتعامل مع الموبايل ده على انه ما بيتخدش بعد الاختبار اللي انا عملته ده. الاختبار اللي انا عملته ده هو بيبين بس الكواليتي او الجوده بتاعه الموبايل ده بناء على اختبار انا كنت شفته قبل كده، فحبيت اتاكد بنفسي. اقدر اقول بعد النتيجه اللي انا طلعت بيها دي الخدوش قليله جدا، واعتقد ان الكواليتي فعلا بتاعه الموبايل ده قدمت حاجه عظيمه بالنسبه لي انا، مرضيه، شايفها مرضيه جدا. بس للمرة التانية محدش يستخدم الموبايلات بتاعته من غير كفر، سواء ده او حتى الموبايلات اللي ب 25,000 جنيه، لان كده كده في الاخر هتتخدش، بمعنى انه
مع كتر الاستخدام وحط الموبايل في جيبك ورامي الموبايل على الترابيزات، وان انت تشيله وتحطه وتعمل كل ده، ايا كان الموبايل اللي انت هتستخدمه ايا كانت جودة الموبايل اللي انت هتستخدمه، في الاخر هيتخدش. فالاختبار ده كنت بتأكد منه او بتست بيه بس موضوع جودة الموبايل، مش دعوة خالص ان انت تشيل موبايلك من غير كفر. بس وانا ما طلبتش منكم قبل كده ان حد يعمل شير للفيديوهات بتاعتي، بس دي اول مرة اطلب منكم. فياريت لو حبيتوا المحتوى اللي انا قدمته في الفيديو ده، ياريت تعملوا شير للفيديو ده، واتمنى يكون عجبكم. وما تنسوش في مسابقة، المسابقة دي فاضل عليها اقل من اسبوع، ممكن تكسب موبايلين. الفيديو بتاعها دلوقتي هيظهر لك على الشاشة. ودي كانت كل حاجة، واستنونا في الفيديوهات الجاية. انا احمد مدحت، سلام.